يا أخي دعنا نتحدث ونتناقش ونتكلم. فحينما تقول للمنتخب الوطني أقول لك لاعبين دون المستوى صراحة، يعني لاعبين دون المستوى يا أخي، لاعبين ما حققوش ولو إنجاز صغير في أعين يعني الجمهور العريض اللي كانت يتسناهم صراحة. هذا يعني خيبة أمل كبيرة أصبنا بها صراحة. تنظن أن المنظومة الكروية ككل فهي هشة، يعني غير صالحة، غير صالحة بتاتا للمشاركة في حفل وعرس كروي من هذا النوع يا أخي. يا أخي قل لي ولا تقل لي، فالأمور واضحة جدا، وضوح الشمس في نهار جميل واضح وبين. يعني حينما نتحدث عن لاعبين يعني ليس في أرجلهم سوى مباريات قليلة مع أنديتهم، فأخويا جيب لي أخويا لعبة من البطولة اللي في رجليهم أكثر من 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 100-200 ماتش في العام، أخويا راه غيديروا شي حاجة. واش أنت جايب لي لاعبين من برا ما في رجليه تاع 20 أكثر من 20 ماتش ما في رجليه وبغيتي يدير شي حاجة؟ يا أخي دعني شوف، دعنا نتحدث بكل صراحة يا أخي، دعنا نكشف المستور ونكشف الأوراق. فلا مجال للتراجع، نحن في عهد جديد، في عهد جديد، يعني واجب علينا نحن كشباب هذه البلاد أن نغير ولو بقليل والقليل من الأمور التي مضت وفاتت. أنا تنقول بأن الرياضة المغربية صراحة حالها تدهور في هذه الآونة الأخيرة. يعني هنا يعني خاصنا ضخ دماء جديدة للمنظومة الرياضية ككل، ماشي غير الكروية. فكيف شفنا في العهد الماضي، العهد السابق، عهد عويطة وعهد القروز وعهد مجموعة من الأبطال اللي صراحة الزورة المغربية يعني الفوق صراحة، كانت هناك رياضة، كانت هناك متعة وفرجة كنا نحظو بها نحن كشعب ونحن كمتفرجون. ولكن مع الأسف الآن في هذه الآونة الأخيرة ما بقينا أخويا تنشوف والو، ما بقينا تناخدو كؤوس، ما بقينا تناخدو ميداليات، ما بقينا تنربحو، ما بقينا تنديرو حتى شي حاجة، لا رياضة، لا سياسة، لا ثقافة، لا كرة، لا قراية، لا حتى شي حاجة. يا أخي ما هذا الذي أصابنا؟ فأنا تنقول خاصنا يعني نعملو جاهدا لي للذهاب بالمنظومة الرياضية ونزيد بها القدام. علينا مراجعة مجموعة من الحسابات، وهذه الحسابات تتخص مجموعة من الأطر ومجموعة من الفاعلين في هذه المنظومة الرياضية. وأول واحد غادي نبدأ به هو رئيس الجامعة الملكية صراحة، اللي ما عنده تشع علاقة بالرياضة وتشع علاقة بكرة القدم، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم السيد الفهري، فهو لا علاقة له بكرة القدم ومتربيع على عرش كرة القدم. يا أخي ما هذا أنا والله استغرب لحال هذه البلاد، يعني ما عرفتش هاد الناس فين بغاو يوصلوا هاد الناس فين. نحن في عهد جديد، عهد